عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي المستهلك الحكيم. هذا البرنامج الذي يعنى بشؤون المستهلك من كل النواحي، سواء التغذوية أو الصحية أو البيئية. في الأسبوع القادم تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو الحديقة المنزلية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستهلك وللعائلات. واليوم كذلك في نفس السياق سنتحدث عن الصيدلية المنزلية. الصيدلية المنزلية تعريفها هي عبارة عن خزانة تحتوي على أعشاب طبية وعطرية تستعملها ربة البيت للتداوي والعلاج، وكذلك لاكتساب المناعة وتقوية مناعة الجسم، وكذلك هي الثلاجة وما تحتويه من غذاء يفيد الصحة ويعطينا القوة والفيتامينات والحريرات. كذلك هي الحديقة المنزلية الصغيرة التي تحتوي على بعض الأعشاب العطرية. في هذا الموضوع حتى نناقشه يعني بتوسع، اخترت أن أدعو وأستضيف معي الضيفين الكريمين. هم شابين من ولاية وادي سوف، مستثمرين في الزراعة وخصوصا في الأعشاب العطرية والنباتات الطبية. سيحضر معي اليوم السيد علال خباب من مدينة الدبيلة، وهو شاب مستثمر في تربية المائيات، وكذلك عنده مزرعة أو مشتلة للنباتات العطرية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. ومعي كذلك الشاب يوسف شويخ، كذلك هو مستثمر ثاني في ميدان النباتات العطرية في ولاية الوادي سوف من مدينة تاغزوت، وكذلك مربي نحل العسل، والآن يقوم بتقطير واستخلاص الزيوت العطرية من مختلف النباتات الصحراوية التي تتأقلم هنا في ولاية الواد. مرحبا بك. ويكون معنا بعد قليل كذلك في مداخلة هاتفية البروفيسور بلقاسم القصير من جامعة عنابة، وهو مختص في الأعشاب الطبية العطرية وكذلك في التداوي بهذه الأعشاب والطب البديل. سنحاول اتصال به بعد قليل ليفيدنا في هذا الموضوع. اولا سنبدا يعني بتعريف الضيفين الكريمين، كل واحد راح يحكي لنا على المشروع نتاعو والمستثمر نتاعو، يعني عرفنا بالمشروع تاعك. نبدا بالاخ خباب علال، تقدر تعرفنا بالمشروع تاعك هذا الموجود في مدينه الدبيله. اولا السلام عليكم ورحمه الله، شكرا لك على الاستضافة في القناة. خباب علال، تقني سامي حماية نباتات وناشط مهني في تربية المائيات. أخذنا تجربة في تربية المائيات في منذ بداية 2012 ومارسناها كتجربة، وفي خلال هذه التجربة يعني حققنا نتائج معتبرة شجعتنا وخلتنا نطوروها أكثر وأكثر. وفي نفس الوقت بحكم الدراسة نتاعي في مجال الزراعة واهتمامي بالطبيعة، لأنني من محب النباتات، أخذنا مسار الأعشاب الطبية ولا العطرية، واستغلينا هذا الشعب اللي هي تربية المائيات في إنتاج نباتات بيولوجية. يعني هنا باش نأكدوا على أهمية مياه الأسماك في سقي المنتجات الزراعية والحصول على منتجات بيولوجية، لأنه بحكم أنه اليوم هو الحصة نتاعنا اللي هي الطب البديل أو الصيدلية المنزلية، راح نأكدوا أول شيء هو النوع الغذاء البيولوجي نتاعنا. بحكم أنه الغذاء هو أساس الصحة، قبل ما نلحق للتداوي، قبل ما نلحق للعلاج، لازم تكون نبني غذاء صحيح، يعني صحي فيه فيتامينات وفيه كل المنتوج حد ذاته. نعم. طبيعي بيولوجي. نعم. شكرا للأخ علال. ننتقل إلى السيد يوسف شويخ. نعرف أن الواد مشهورة بالبطاطا ومنتوج البطاطا وكذلك التمور، لكن هذا ما يمنعش أن شبابنا يستثمر في مجالات أخرى، في نشاطات يعني مستدامة وهي فلاحة مستدامة وهي النباتات العطرية الصحراوية التي تتأقلم مع المناخ هنا. كيف كانت يعني تجربة تاعك هذه، وكيفاش كانت يعني بديت المشروع تاعك هذا في ولاية الواد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكركم على الاستضافة في هذه الحصة. بدأت البداية تاعنا بدأنا بالنحل
في نفس الوقت بالزراعة النباتات العطرية وكذا. يعني كنت تربي النحل، نحل العسل. نحل العسل ونزرع في النباتات العطرية في نفس الوقت، نعالج بها النحل ونعالج بها الزراعة في نفس الوقت. نعم. وطورنا المنتوجات نتاعنا، ولينا حاليا في وسعنا زراعة النباتات العطرية واستخلاص وتحويلها إلى زيوت. إلى زيوت ومواد تجميل ومواد شبه صيدلانية علاجية. نعم. يعني مستغليتوا يعني هذاك العسل في تحضيرات يعني مع النباتات العطرية، في يعني مستخلصات وخلطات تفيد. في خلطات مستخلصات علاجية طبية وتجميلية في نفس الوقت. نعم. نعم، فكرة يعني جميلة جدا. وسعنا، شفنا النباتات اللي تلائم المناخ نتاعنا، وسعنا الزراعة نتاعها هنا في الولاية. نتائج الحق الحمد لله. نعم، هذه النشاطات يعني نتمناو يعني كل الشباب يحذو حذوكم يعني في هذه المدينة، يعني وما يبقاوش كلهم يعني في نفس المجال الفلاحي، البطاطا يعني الواد يعني تقدر تنتج يعني منتوجات يعني أخرى يعني اقتصادية، لا تستهلك المياه يعني بكثرة، ويعني وما فيهاش الأمراض، هي وحدة تدافع على نفسها بالروائح الزكية نتاعها يعني من الآفات النباتات. يعني نشكركم على هذه المجهودات، وانتم يعني مثال يعني ناجح للشباب الطموح يعني اللي حب يعني يثبت وجوده ويطمح يعني للأحسن في هذه الولاية، وخاصة أن مجال يعني الطب البديل والنباتات العطرية يعني في العالم كل يعني العالم كل يتجه به ويتجه إليه، وراه يعني تخلى عن التداوي بالكيماويات نظرا يعني المخلفات تاعها يعني في الجسم وكل هذه الأدوية الكيماوية. ونتمنى يعني حتى في البيوت تكون يعني كل عائلة عندها حديقة تاعها الخاصة بها من النباتات العطرية التي راح تدير لها يعني وقاية من كل الأمراض. وكذلك يعني شفنا احنا جائحة كورونا وش الناس يعني عانوا من هذا الوباء اللعين، والناس كل لجأت إلى الليمون، إلى القرنفل، إلى الزيوت، إلى الزعتر، إلى النعناع، يعني زعتر الجبل، يعني هذه كل النباتات أفادت الناس يعني في الوقاية من جائحة كورونا. سنحاول اتصال الآن بالبروفيسور بالقاسم القصير حتى يعطينا يعني نبدأ عن التداوي بهذا الأعشاب العطرية وماذا له أن يقول. نواصل الحديث يعني في المستثمرة نتاعك الأخ خباب علال. أنت عندك تجارب يعني في المشتلة تاعك، جربت عدة نباتات وصلحت يعني في هنا في المزرعة مع المناخ تاع الصحراوي هنا في ولاية الواد. تعطينا نبذة يعني ما هي النباتات اللي ممكن أنه الناس يغرسوها وتنجح لهم يعني وتقاوم الحرارة، تقاوم العطش؟ احنا في البداية نتاع دخولنا لهذا المجال حطينا قاعدة اللي هي البحث العلمي والقاعدة العلمية. الإنسان ما يمشيش هكذا على هواء، يمشي دائما على البحوث العلمية القديمة. لهذا نأكد دائما أن الطب البديل هو الأساس، المفروض هو الطب العصري هو الطب البديل، أما طب الأعشاب هو الأصلي. لأنه كل الأدوية أغلبيتها الأدوية الموجودة الآن في الصيدليات هي نستسمحك فقط عندنا الاتصال بالبروفيسور بالقاسم القصير، بعد سنواصل الحديث معك باش ما نشدوش بزاف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بروفيسور، مرحبا بك معنا. لا بس الحمد لله نشرفوا بيك وفي السلام على ضيوفك الكرام. احسنت الاختيار. الله يسلمك، حتى هما راهم يبلغوا لك السلام. نعم، نشطين في زوج الله يبارك، وحنا حابين حابين نكونوا نجيبوا لهم امثله للشباب باش يتبعوا يعني هالشباب الناجح. نعم. يعني اللي راهو اكزامبل يعني هنا في ولايه الواد. نعم. نعم. راهم يتحداوا في الطبيعه ويتحداوا بكل مجهوداتهم يعني المتاحه لهم، وراهم يحققوا في انجازات يعني. نعم. مش عاجبني فيهم انهم يتطوروا، ما يدخلوش التقليد، ما يدخلوش حبسيت مكان واحد. سمعت شوي خلال يقول لك بديت في النحل. نعم. تطور ولا في الاعشاب الطبيه ولا كل مره يتطور في حاجه. ومن بعد ولا في الاستخلاص الزيوت. نعم.
وانا متاكد راح يطور يولي داري بنخزات النحل ان شاء الله. نعم الله يبارك. بدا بتربيه الملكات. لا انا استاذ في التكوين المهني في تربيه ملكات النحل، مختص. نعم مختص في تربيه ملكات النحل. نعم الله يبارك. لا عندي فيها درت دورات تكوينية في تونس على علاج بلسع النحل في سنوات ماضية. ياسر عندي راهو يقول لك انه دير دورات تكوينية على علاج بلسعات النحل في سنوات الله يبارك. كما اذا كان يفتح الان عليه يفتح ويداوي بها ان شاء الله. ان شاء الله. وانت بروفيسور، انت بروفيسور، انت اللي راك تعلم في الشباب في الجامعات على التداوي بالاعشاب العطرية، وانت عندك يعني رصيد من المعلومات على في هذا الميدان. ماذا تقول يعني في التداوي بالاعشاب الطبية والطب البديل؟ تفضل. والله النباتات الطبية هي الاصل، النباتات والكمون الطب البديل هو الطب العصري في الواقع. نعم. اللي هو أصل في البناء، لأننا لو نشوف الأدوية كاملة 80% من الأدوية أصل حبابات. زيت الأسية. ولو نتبع تاريخيا نلقى أن النباتات هذه مستعملة من العهود القديمة، من ما قبل التاريخ 5000 سنة قبل التاريخ. وجدوا النباتات المستعملة وفي الألواح مكتوبة وكيف يستعملوها كاملة. وكانت الطبيعة عشان كان مشكلة الآن فصل الطبيعة ولا التلوث ولا الزراعة. الآن في وقتنا الحاضر نستعمل في الأدوية، جاء الطب جديد هذا نستعمل في الأدوية، فهي عبارة عن مواد كيميائية طبعا لها أضرارها ولها الجانب السلبي بتاعها، نداوي بقعة ونضر ببقعة أخرى. نعم. بينما الطب البديل أو العصير نسميها أنا اللي هي النباتات الطبية هي طبيعية 100%، لا تضر بالإنسان. إذا كما نقول هذا المثال الشعبي، إذا ما نفعش ما تضرش. نعم. ولا تضر بالبيئة كذلك، لا تضر بالبيئة. لا تضر بالبيئة. فلاحظ أن قديما لو نشوف عن منطقتنا منطقة سوف، أنا نشفى كانت جديتي الله يرحمها دائما تستعمل في الأشياء هذه، مش خاصة النباتات. تستعمل، نعطيك مثال بسيط. نشوف كانت تجيب الاستوما المعدة تاع العتروس السلوكي من فوق عمره شهرين 3 من 4 شهرات الحليب، وتخليها في الشمس تلبس وتخفف على كل كليل تبني الكليل وتديروا طراف صغيرة تولي حليب عبارة عن جامد حليب يابس، وكل مرة رفعنا راسها تبت تمشي طرف شغل يكونوا كبرت خدمت هي عبارة عن انزيمات. انزيمات نعم. انزيمات تشبهها طبيعية تستعمل فيها. كاين شيء اخر ثاني قديم استعملته، تستعملوا الرفيس، ماهوش الرفيس نتاع هذوك، الرفيس القديم يستعملوه بالتمر ودير له الدهان ودير له الاعشاب الطبيه الان الرائحه نتاعها راهي في خشمي راني شدها كان نحلها الان، دير له اعشاب ودير وتاكل. احنا الاستاذ بروفيسور احنا الان رانا نشم في الروائح، راني في مزرعه هنا حديقه يعني قدامي الاكليل الجبل وقدامي الزعتر والمورينجا وحتى البابايا، حتى البابايا نشحت في ولايه الواد، هاي ثمره تاع البابايا هاي قدامي ثمره البابايا، وعندنا المورينجا بانواعها، عندنا لالوفيرا. نعم استمتع بهذا الجو، استمتع. يعني نشحت في الوادي. نشحت. هايلة. قلت لك أنا أستمتع بهذا الجو. الآن يظهر لي لازم نرجع للأصل. نعم. لازم الناس كل تكون عنده صيدلية في الدار بكل بساطة. لازم يزرعها في ديبو كأنها زينة رائحة عطرة، ونفس الشيء يمشي منها يستغلها يداوي بها. إذا قال يزرع أي هذه النباتات المألوفة والمعروفة هذه بكل بساطة، ما نهضرش على الليبورا، ما نهضرش على المرنجا، ما نهضرش على الأشياء البسيطة، الأعشاب البسيطة مش الشجرات. يزرع بالضبط الزعتر، الزعتر، الحويشة دي كاملة. الحبق يزرع النعناع، الحبق. والحبق نعم والنعناع، هذه كلها زينة للبيت ورائحة عطرة، ونفس الشيء فائدة طبية، قيمة طبية. نعم. نعملها، لأنك لو كان نتبعوا كاملين كيما هكا، ما عندناش نحتاجوا للأدوية إلا للضرورة. نعم تعود عندنا مناعة، تعود عندنا مناعة. تعود عندنا مناعة بفضل الزيوت هي الموجودة، بفضل المواد الموجودة فيها أيضا، ما تمطيرش كما الزيوت هي موجودة أصلا فيها مثل الفلافونيدات والكوريدات، فهي صالحة لنا. وبالتالي أنا أظن حتى لك هذه الأمراض
فنعرف ان الظروف تبدلت والحاله تبدلت الان، والغذاء مع الصحي كما قبل، المشكل الغذاء مع الصحي نتيجه للمواد الكيميائيه المستعمله والاسمده. لا لكن لو كنا نعمل هذا على الاقل نكتسب مناعه، نكتسب مناعه. نعم البروفيسور، بروفيسور بلقاسم، نحن نعرف أن النباتات الصحراوية عندها خصوصية أنها غنية بالمواد الفعالة وغنية بالزيوت العطرية، لأنها غنية بأشعة الشمس، يعني مشبعة بأشعة الشمس، يعني هذه الميزة التي تتميز بها يعني نباتاتنا. لأن لو نقارن أي نبتة نزرعها مثلا في الشمال وهي نبتة نزرعها في الجنوب، في الجنوب الظروف قاسية، الطبيعة قاسية، سواء من الحرارة سواء من الجفاف، فالنبتة تكون حريصية كئيبة، وبالتالي تقاوم. لماذا تقاوم؟ بخلق مواد أكثر، لذلك تخلق زيوت أكثر على أساس أنها تقاوم هذه الطبيعة وهذه العوامل القاسية. فعندما نقارنها بنبتة موجودة في ظروف جيدة في الشمال، أما لأن الكمية تاع الزيوت اللي نزيحها منها والكمية تاع الزيوت تاع المنطقة الصحراوية أكثر. لماذا؟ لأنها خلقت فيها لتقاوم عن نفسها، وبالتالي ان النباتات الطبيه الصحراويه اغنى من النباتات الموجوده في ظروف احسن. وبالتالي كاين حاجه اللي اسمعني في شويه اخرين، حتى عندما نريد ان نقدر الزيت او باسيتي لا بلونت، معناها من عريض ما نسقيهاش قبل، نخليها سريتي ما نعطيهاش الماء مجافه، وبالتالي تحس بالالم هذا في التقاوم وتعطينا كميه اكثر من الدواء. والله كلامك كلامك صحيح يعني الاستاذ، انا عندي نبته الحبق يعني في الشرفه نتاعي، كي ما نسقيهاش نحل الطاقه نلقى الروائح خارجه يعني منها، يعني يعني صح، يعني اكيد ناكد يعني هذه المعلومه. نعم، لانها تقاوم وتنتج بكميه اكثر. نعم، بالنسبه للزيوت وحتى المواد الاخرى. نعم. اذا إذا أنا نوصي الناس ونقول أن لو كان يزرعوا كاهلين في ديارهم حتى الديبو صعبة في الديبو. نعم، أنت توصل رسالة لرباة البيوت كيف يتعاملنا مع هذه النباتات، يعني رجعوا يعني عادات على جداتنا اللي كانوا يزرعوا حتى في إصيص، يعني في بو في الشرفة. نعم، الديبو صغار، منها عطر للبيت، منها عندها زينة للبيت، وكذلك هي عندها عادات ويستعملوها. نعم. فاحنا الاستغلال تاع الادوات الطبيه لازم نستغلها في كل الاشياء، في كل الاشياء. الان هنا المشكل تاعنا في الجزائر اننا ندرس وما نطبقوش. ندرس اكاديميكمون، هاو خرجنا بها زيو، درنا نكتبها، دير فيها تبليكاسيون، دير فيها دكتوراه، الانسان اللي كون يدخل الجهاز الشرعي ونتوقع اون سكران، اون باكلوني نومان. تبقى البحوث في مكتبة الجامعة، يعني ليس لها تطبيق على أرض الواقع. ما تخرجش لبرا، ما تخرجش لبرا، لازم الآن تخرج الآن أي حاجة، أي نكتة، نحط نخلق منها أشياء، أي نكتة. الآن أنا واش راني ندير الآن؟ راني نطبق في الشيء اللي درسته 30 سنة، راني خرجت من العالم والحمد لله في جميع الميادين. انت ربي يبارك خبره، يعني معروف البروفيسور بالقاسم، يعني وعندك نجاح يعني في خلطاتك اللي راك تقدمها للناس، يعني حتى فيما يخص يعني العقم وفيما يخص يعني يعني هذا نجاح، هذا نجاح كبير. الحمد لله، يعني نباركوا لك ونهنئوك يعني بهذا يعني النجاح يعني في الخلطات نتاعك. نعم، ونتمناو من الطلبه يعني في الجامعات اللي راك تقري فيهم انهم يخرجوا خرجات ميدانيه، مثل يخرجوا الحقول كما حقول شويخ، ونراو يزرع في شجره الليمون ولا شجره المورينغا، ولا يشوفوا يعني في الميدان ولا عند خباب علال ويشوفوا يعني نباتات. خاصة البيولوجيين، أنا نشوف الشيخ وسي خباب أنهم يديروا عقد مع الجامعة، يتعاقدوا مع الجامعة. نعم، عندي دكاترة حاليا، عندي 2 دكاترة يشتغلوا للطلبة باش يشوفوا على الأرض ويشوفوا الواقع. قال لك هو عنده دكاترة راهم يديروا بحوثهم عنده حاليا، عندي 2 في الحقول نتاعه، يعني قبل داروا عندي يديروا أبحاثهم. إيه، لازم عقد رسمي، لازم يديروا كونفونسيون، يعني كونفونسيون ما ديرهاش مع الجامعات. قال لك لازم يكونوا معلومة تواصل مع الجامعات باش يعودوا الطلبه يجوا للتيغان، يعني للارض الواقع، باش يتشجعوا اكثر ببحوثهم. نعم،
لازم يدير كونفونسيون رسميه. نعم نشكرك. نعم شكرا البروفيسور بلقاسم يعني على المداخله تاعك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المجال تاعك، وان شاء الله ونجاح اكثر ان شاء الله. وشرفتنا شرفتنا ودمتم لنا ان شاء الله ان شاء الله. راكم ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. يعني سمعتوا يعني البروفيسور واش كان يتحدث، يعني هو من المختصين خبراء الناجحين في ميدان النباتات العطرية، ويعني هذا ميدانه هوايته واختصاصه. قال لك يعني واصلوا في هذا الميدان. ماذا بك الأخ علال يعني تعطينا يعني ما هي النباتات اللي ممكن أنها تقاوم يعني المناخ الصحراوي يعني القاسي، يعني ويقدروا يغرسوها الناس حتى في البيوت؟ اولا اقدم اسمى التحيات للبروفيسور بلقاسم القصير، ونقول له انت استاذنا ومعلمنا، وبالرغم انه معرفتنا افتراضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وشهاده اللي شهدها فينا نعتز بها، ومن هذا المنبر هو بروفيسور متواضع وصديق وباحث يعني حتى في العمر يعني ويبحث وكاين شباب صغار تلقاهم يعني متكسلين يعني عن البحث وعن قراءة يعني الكتب والمعلومات والأبحاث والمقالات. يعني نشكروه يعني على هذا المجهودات اللي راهو يقوم بها. حبيت أن نوصل له رسالة فقط بحكم أنه متابع لنا فعلى نشاطنا على مواقع التواصل الاجتماعي، نقول له ونطمنه بإذن الله أنه راح نوصل الرسالة، وفي بعض الأحيان راح نرجع ليه، لأن الرجوع إلى الأصل فضيلة. نعم هو مرجع الأصل مرجع كمرجع نعم. لنا كباحث علمي وكمرجع وكصاحب خبرة، لأنه هو موسوعة للنباتات. هو كي تهضر له على نبتة يعطيك تاريخها واسمها العلمي واسمها اسم المرة نرجع ليه. نعم أنا حضرت له كثير من المؤتمرات في الجامعات، يعني ربي يبارك يعني يفيدنا دائما بالمعلومات على النباتات السامة والنباتات يعني الغير سامة. ربي يجازيه إن شاء الله الله. نعم. حبيت نقول له أنه الرجوع إلى الأصل فضيلة دوما، وكذلك بداية العلاج ولا الدخول لهذا العالم الأعشاب الطبية الرجوع إلى الطبيعة، مثل ما قال البروفيسور أنه فيه النباتات الصحراوية عندها خاصية مميزة جدا بحكم مقاومتها للظروف المناخية. احنا في خضم الأعمال تاعنا وبحوثنا نخدم بطريقة علمية بحتة، ماهوش ارتجال وإلا انفرادية، لا عندنا مراجع علمية، ومن 2015 وحنا نخدموا مع في بحوث مع جامعة ورقلة فيما يخص الأغذية الحيوانية بما يخص الأسماك. نعم. وهذا ما منعناش أن نبحث حتى في المجال الطبي بحكم حب المعرفة وتطلع. فيما يخص يعني بدأت كهواية يعني هذه الأعشاب الطبية. بدأت كهواية وفضول، والحمد لله يعني اللي يحب حاجه اكيد راح يوصل. وانت جربت في المشتله تاعك يعني عديد من النباتات، جبت لنا اليوم حديقه هنا في الاستوديو، ممكن تحكي لنا على بعض النباتات اللي راهي هنا في فيما يخص النباتات؟ جبنا اول شيء اوراق المورينجا، شجره المورينجا. تحكي لنا على المورينجا وفوائدها. أكيد. نعم ان شاء الله. المورينجا هو اسم العائله ككل، يعني نعم. كما نقولوا اسم المورينجا يعني عائله كامله. نعم. عائله هذه تضم فيها اكثر من 60 نوع. نعم احنا المتوفر الحالي ثلاث انواع، اللي هي مورينجا بيرغرينا اللي هذه تستعمل كاوراق، وهي تتاقلم مع الجو الصحراوي المناخ الصحراوي عادي يعني. احنا اصلا تقاوم اول شيء العطش، تقاوم المبدا اللي ننشروا عليه الاعمال نتاعنا ولا الاشجار اللي نقوم بنشرها هو تجارب سابقه. المورينجا من عام 2000 واحنا عندنا نمارسوا في هذه الزراعه نتاع المورينجا. هي نبته استوائيه اصلها من اي دوله؟ لا المورينجا افريقيه كما قلت لك، هي كان ثلاث انواع هذه معروفه، كان فيها الاستوائيه وفيها الصحراويه. المورينجا الاستوائيه هي مورينجا اوليفيرا، عندها الشكل تاع الاوراق خاص، اللون تاع الاوراق، الرائحه والطعم كل شيء خاص. هذه مورينجا عربيه. نعم. هذه برغرينا. نعم. بذور نتاعها تكون بيضاء. تستعمل الاستعمال الطبي نتاعها على ثلاث اشكال ولا اربعه. عندنا الشكل الاخضر تقدر تستعملوها كمكمل غذائي. تستعمل الاوراق والاغصان ولا الاوراق اوراق ولا كل شيء خضري يعني. هكذا الاوراق وحدهم. هذا نعم. الاستعمال خضري تؤكل مباشرة. تؤكل خضرة كسلطة؟ لا مباشرة يعني هكذا. وإلا تقدر تستعملها كسلطة يعني. لا الاستعمال الثاني مازال. احنا شوف الحاجة المهمة في الطب البديل هو معرفة المشكل استهدافه.
يعني لما نعرف وش هو الخلل اللي موجود في المرض الأرض يعني وإلا مرض العلة. كل علة عندها طريقة نتاعها. مثلا كما قلت لك الاستعمال عندنا الطحين تاع أوراق المورينجا بودرة ها. هذا نستعملوه في الأغلبية في مثلا أمراض نقص البصر اللي عندهم خلل في الشبكية ولا قرنية يستعمل هذا البودر. حتى في مرض السكري ثاني السكري راح نروح للشكل الثاني اللي هو الأوراق المجففة تيزانة يعني ها تستعمل كشاي مشروب ساخن وكذا. كمل السعف هذاك البودرة وحكينا نعم قلنا الأكثرية المعروفة يعني هذه نحكوا في هنا في الطب البديل ماذا بينا نحكوا على حوايج المجربه يعني مؤكدة يعني سهله وقادره تكون في اي بيت تستعمل حتى يعني تستعمل في اي في بيت التجميل هو مكمل غذائي هو عباره عن مكمل غذائي كذلك. هي مكمل غذائي شوف قلنا هذه الشكل الخضري ولا المنتوج الخضري يستعمل كمكمل غذائي او يستعمل في مكان الاوراق الرند نعم. في اضافه نكهه في الماكولات نعم. الشكل الطحين الاوراق مجففه كطحين تستعمل اكثريه معروفة اللي عنده خلل ولا نقص بصري مثلا نقول لك مغرف قهوة على الصباح مع كاس حليب على الفراغ يعني توجد وصفات عديدة موجودة يعني. أكيد لا الطب البديل عنده حتى هو وصفات وعنده شروط وقوانين تاعه مش نعم. قال طب بديل عشوائي وخلاص وهذيك المجففة المجففة تستعمل كمشروب شاي يعني وجد العديد هنا في الوادي يعني عدد يعني دارجة هذا الاستثمار في المورينجا يعني كاين كثير مزارع يعني حضر معي ضيف ثاني صيدلي هنا ثاني أستاذ بحري ثاني استثمر حتى هو في المورينجا وقال لي عندي هكتارات كبيرة غارس فيها ونجحت يعني نبتة المورينجا تسوق حتى في المحلات الطب البديل على شكل هذا الشكل الجاف الورق وهي غنية بالمعادن والفيتامينات فيها نسبة حتى 20-23% من البروتين هذه من ناحية حتى البروتين المكمل الغذائي نعم وعندها الفيتامينات والمعادن تعتبر نعم. كما نقولوا كدواء لأمراض أصحاب الفقر الدم وكذلك يستخلص منها الزيوت البذور بالنسبة للبذور بالنسبة لاستخلاص الزيوت كما قلنا من بذور المورينجا مش من الأوراق بذور نعم عندنا مثلا هذه البان العربي البان العربي شكل هي الأوراق إبارية عبارة عن أشكال هذه نوع من المورينجا نوع من أنواع المورينجا صنف يعني من الأصناف صنف من أصناف من عائلة المورينجا نعم. هذه المورينجا السنيتوبالا أو البان العربي هذه فيها نسبة حتى 45% زيوت البذرة نتاعها استخلاص الزيوت دائما يكون من البذور كان المورينجا هذه برجرينا وكان النوع الثالث وكان حتى استخلاص زيوت يعني ممكن بالتقطير او ممكن من الاوراق حتى قال لك يعني مليحه تقوي الشعر يعني تقوي الشعر يمكن فانه الزيوت كانت زيوت طياره اللي تكون زيت حامل وممكن انه يوضع فيه الاوراق تطلق الفوائد نتاعها في هذاك الزيت يعني يكون هناك عده طرق يعني لاستخلاص الزيوت هناك ثاني نبته البابايا نكمل الفائده تاع المورينجا البذور نتاعها تستعمل كمواد تجميل ومنظفه للبشره نعم. ماسكات يعني للبشره حتى الورق يستعمل في صناعه الصابون نستعملوه احنا في صناعه الصابون كصابون بالمورينجا عندنا يعني بودره المورينجا تستعمل لصناعه كذلك الصابون بيولوجي ماسكات صابون طبيعي ماسكات كريمات نعم عندنا نبته الميراميه كان النعناع نبتة الأوليفيرا اللي هي راهي نجحت وعطت نتائج ما شاء الله الأوليفيرا هي نبتة لحمية من عائلة اللحميات وكان هي صحراوية كذلك ممكن تنجح في الجو الصحراوي الوقت يعني الحالي رانا نعدوا في دراسة على أساس مشروع مثلا كم ينتج مثلا قال مساحة تاع 100 على 100 شحال تنتج يعني دراسة اقتصادية المشروع راح نوفروها يعني راح تكون الشباب يعني تعود عندهم يعني في متناولهم دراسات اقتصادية يعني ممكن انهم يستثمروا هذه النباتات ما تحتاجش الماء بكثرة وتقاوم الحرارة ويعني فيها فوائد يعني هناك يعني الدول تستورد كثير من هذه المواد خاصة امريكا دولة امريكا تستورد جيل الألوفيرا يعني هذه المواد الموجودة في الأوراق يعني هو عبارة عن جيل ممكن تورينا يعني ورقة من نحينا ورقة وهذاك الجل يستعمل ماسكات للتجميل يعني ماسكات طبيعية نعم وهذه هي الألوفيرا يعني أصلها من أي دولة الألوفيرا
أوليفيرا عندها هي من صحراوية أمريكا، أكثر من هي أمريكا نجوم أمريكا الجنوبية. نعم، الصباريات أغلبيتهم من أمريكا. أنا عندها شكل بحكم أنها مي شاربة. هناك مصانع شفت في عبر الإنترنت، مصانع تنتج يعني في هذا الجيل بكثرة يعني تاع الألوفيرا، وهو فيه فوائد كبيرة مرطب يستعمل للبشرة. يستعمل نعم. حتى كمكمل غذائي. نعم. للجيل هذا تقدري ورقة كما هكذا وديري عصير طبيعي تاع أي فاكهة وتترمي معه ورقة. نعم، أنا زرعتها في البيت، حطيتها في الشقة يعني. كمادة مادة حية، مادة حيوية يعني. نعم. هو الروح والحياة، الروح تاع. نعم، يستعمل كثير من مواد التجميل في العالم، يعني الأساس نتاعها فيه جل الألوفيرا، لأنه يعني مواد فيها فايدة كبيرة ومرطبة للبشرة وللشعر كذلك. نستخلصوا فيه، نستعملوه في الصناعات التجميلية مثل. أنت عندك وحدة صناعة مواد تجميل طبيعية يعني بهذا. احنا الوحدة نتاعنا اسمها أصلا نبع الطبيعة. نبع طبيعة. نعم، يعني كلها مواد الأولية من الطبيعة الطبيعية. واللي تزرعوها أنتوما نزرعها احنا. ايه. ومشتقات نتاعها. ايه. فيما يخص الزيوت، فيما يخص الماء اللي يخرج من العشبة، فيما يخص العشبة في حد ذاتها. نعم نعم. هاو جاب لنا الأخ علال نبتة البابايا. هنا هذه نبتة. نعم. البابايا اللي تعتبر النبتة المستحدثة وعطت نتائج ما شاء الله في ولاية واد سوف، يعني لوين تلحق الثمرة حتى الواحد كيلوغرام. نعم. راح نحكوا على الخصائص تاع الشجره وبعدين نلحقوا الفوائد تاع الثمار والاوراق. الشجره تنوض تتحمل تتحمل العطش. نعم. خصوصا هذا السنه عطتنا هذا السنه نتائج كاختبار، اختبار كبير في اختيار خاصة الجو الحار. النوبه تاع النوبه الحاره اللي فاتت هذا العام، من خلالها حطينا قائمه اساسيه بالاشجار اللي تلائم للمناخ نتاعنا. مليح يعني كي تديروا دفتر متابعه يعني هذه الحاله، يعني خاصه مع المناخ الجو وتغير يعني الجو، الموجات الحر يعني اللي عرفتها البلاد. يعني هذه نباتات تقاوم الحراره واثبت يعني نجاحها في ولايه الواد، وهذا الشاب الطموح هو اللي يعني جاب هذه النبته وزرعها يعني وكاثرها، والان عندك يعني شتلات منها. موجوده شتلات على مستوى المزرعه. اسم المزرعه نتاعنا هو مزرعه الاحياء المائيه بالجنوب. اخترنا هذا الاسم يعني باش نكسروا هذيك النظره المتشائمه تاع الناس من ناحيه الجنوب. احنا حبينا يعني الجنوب معروف انه صحراء وقفار وما فيهش يعني نباتات ولا خضار، لكن الانسان هو اللي يدير المعجزات، يعني يقدر يتحدى الطبيعه القاسيه وينتج يعني في الصحاري وينتج نباتات. وهاي المثال يعني قدامنا هنا، جبناه لكم يعني باش تشوفوا يعني بعينيكم باللي هذه النباتات كلها راهي عايشه في صحرائنا في الجنوب الجزائري، وراهي ناجحه 100%. وهنا هاي نبته البابايا الاستوائيه الان، راهو الاخ علال يوري لكم فيها يعني، وشوفوا كيفاه نجحت. هذه ثمره البابايا، هي فيها فوائد طبيه ثاني. اكيد اول شيء انها كمكمل غذائي، هذه من الناحيه الغذائيه ومن الناحيه الصحيه تعتبر كمكمل غذائي، واهم شيء يعني من خلال بحوث فوائد صحيه. نعم. الفائده الصحيه المهمه جدا هي انه غنية بالمعادن، والفائدة العظمى اللي تمثلها ولا تعطينا هذه النبتة هي المرضى فقر الدم، الأنيمي. مليحة لهم، وأهم شيء كان فقر الدم العادي وكان فقر الدم الحاد. وذوقها مذاقها يعني حلو والله مستساغ يعني، ولا يعني اليوم فضلت مثل عائلة البطيخ ولا هي هكذا. شوف النباتات الاستوائية عندنا بكثرة أنواع، والطعم مرة الأولى وغير مستساغ، المرة الأولى غير مستساغ، المرة الثانية يجي هيك يعني فيها شوية حموضة ممزوجة ببعض الحلاوة. يعني راح نذوقوها، راح نذوقوها أكيد يعني راح نذوقوها. قلنا الفائدة وصلت هنا لازم تاخذ حقها إن شاء الله. الفائدة الصحية هي لجماعة فقر الدم، الثمرة مليحة لجماعة فقر الدم، والأوراق نتاع البابايا مليحة فقر يعني الدم الحاد. هنا آه. هذه الأوراق تغسل تغسل الأوراق ثم تجفف. أهم شيء في الطب البديل نأكد هو على كيفية تحضير المواد خلطات. الأولية. نعم. قبل ما نحكي الخلطات لازم المادة الأولية عندها طريقة تنظف. نعم. تخضير. أول شيء أنها تغسل بماء نقي باش ننحو هذيك الشوائب الأقربة الغبرة. نعم. حشرات. تغسل الأوراق ثم تجفف في مكان ظليل مظلل. أيه. لا تعرض مباشره للشمس لانه راح تفقد الكثير من المرتبه فوائد. تاعها. نعم. لكن لما تكون في منطقه ظليه
راح تحاول انها تحافظ على بعض المركبات 40 درجه مئويه يتبخر الزيت تاعها. نعم يتبخر في الهواء زيت التيار تاعها يضيع منها. استعمال هذه الورق نتاع الباباي من الناحيه الصحيه لانه عندها جانب غذائي من ناحيه اخرى في المائده، تجفف الاوراق ثم تطحن وتخلط مع عسل النحل الحر، يعني لها فوائد في فائدة فقر الدم الحاد اللي هو معروف بتكسر الصفائح الدموية. هذا كعلاج، وجربنا هذا الخلطة وعطت نتائج ما شاء الله، ما نقولوش باللي 100% ولكن قادرة النتائج هذه تختلف من شخص لشخص القابلية نتاعه. أهم شيء في الطب هو قابلية الإنسان للشيء ولا للعله اللي يدخل فيها، ولازم يكون ايجابي يعني متفائل يعني بانه راح الدواء ذاك ينفعوا باش ينفعوا. نعم. الجانب الاخر الغذائي انه ورقه البابايا لما توضع مع معروف انه لحم الجمل يكون قاسي، لما نحطه في البرمه نتاعنا او طرف من اوراق البابايا هذاك اللحم راح يلين، راح يفش. اسمها فيها انزيمات تقوم بهضم الالياف. نعم. يعني حتى هذه مجرب، هذا من الناحيه الغذائيه ومن الناحيه الصحيه. نعم. هذه بالنسبه لنبت البابايا. شكرا يعني الاخ خباب. ننتقل ثاني الاخ يوسف شويخ يحكي لنا على النباتات اللي نجحت يعني تاقلمت مع المناخ الصحراوي واثبتت يعني نجاحها وانتاجها الوفير، وحتى على الزيوت العطريه اللي راك تستخلص فيها والمياه الورود ولا مياه النباتات. والله النباتات عندنا هنا يعني مساحه كم المساحه اللي مساحه تقريبا 7 هكتارات نباتات. 7 هكتارات يعني في مدينه تغزوت. في مدينه تغزوت يعني. نعم. الان تنتج انت في النباتات العطريه انواع والاصناف يعني اللي ممكن يعني تحكي لنا عليها واللي اثبتت نجاحها. احنا قبل عندنا تقريبا مده 10 سنوات ونسمعوا كاين شتله والله كاين جربوها. حاجه جديده انواع نعناع جديده انواع اي شتله نباتات طبيه نروحوا نجيبوها جربوها. كما عندي عرق السوس هنا من نجح ما شاء الله، عنده تقريبا 8 سنوات عندي عرق السوس معروف يعني فوائده كبيره يعني. عرق السوس ناجح هنا ما شاء الله، ويقاوم يقاوم الجفاف حتى تزرع في منطقه نقولوا محتاجش يعني سقي كثير، تزرع في منطقه تسقي فيها تسقي فيها كثيرا يخرج برا يخرج البلاصه جافه وينوض يحوس على العطش. العطش عطش احنا نحوس على النباتات هذه اللي تقتصد الماء، لان في المستقبل راح يعرف العالم ندره في المياه يعني كثيره، ولازمنا من درك يعني نوجدوا رواحنا للظروف المناخيه اللي ممكن يعني تقسى علينا، لذلك لازمنا نتاقلموا معها بهذه النباتات. عرق السوس معروف فوائد نتاعها عديده جدا. نعم. وعندك ثاني الاكليل. عندي كليل جبل نجح يعني حتى في المناخ الصحراوي نجح مزهر يعني معروف بالنباتات في الشمال. الكليل بصح استخلصنا زيت الكليل تاع الشمال وزيت الكليل تاع هنا، هذا فعال اكثر. هذا نسبه الزيت العشبه تخرج اكثر بحكم كما قال بروفيسور بالقاسم. نعم. الاجهاد تاع النبته، والنبته تجهد في الحراره وفي الرياح وفي كذا تطلق الماده الفعاله تحت قوة. هذا الميتابوليزم الثنائي نسموه يعني، هذا اللي تنتج فيه الزيوت الطياره وفي تخرج الزيوت. نعم. تخرج نسبه زيوت عاليه على يعني على نباتات الشماليه كما كليل مو في الشمالي معروفه بالفوائد نتاع الاكليل يعني مختلف العطارين يعرفوه. والنوعيه نتاع الزيت، احنا الزيت هذا باذن الله معولين على الخارج نخرجوه، ذات عندنا طلب في الخارج. انتم حابين تصدروه للخارج، خلونا نكتفي وحنا الساحبين. لا الخارج ما يشريش عليك زيت كل شيء، اعطيته عينه من الزيت وياخذ التحاليل التحاليل يشوف المواد اللي فيه ويشوف الزراعه نتاعك يشوف البروفيل كل ماذا يحتوي. نعم. مش عضويه. نعم. ويشوف الزيت ثاني يختلف حتى تكون تولي عضويه، يشوف نوعيه الزيت. وانتم النباتات نتاعكم ما فيهاش ادويه؟ ما فيهاش ادويه. ما عندكمش مزارع قريبه لكم يعني داووا فيها الفلايح يعني لانها تتاثر؟ لا تتاثر بصح احنا الحد الادنى من بعيدة. الحد الادنى بعيده علينا احنا بعيده يعني ما فيهاش مبيدات ولا بقايا مبيدات. والارض نتاعنا خاصيه الارض نتاعنا مليحه في الواد هنا رمليه، ديما الارض تطهر روحها نفوذيه نفوذ للماء. نعم. لا تنظف روحها الارض ما تحلل يعني حتى المبيدات يعني هذه حاجه مليحه، حتى الشمس تحلل كذلك تلعب دور في تحليل المبيدات. الاشعه الفوق بنفسجيه كما الزيوت. نعم. هنا كما نرجعوا للزيوت، الزيوت هنا كما النعناع نشوفوا غير النعناع، احنا قبل جدودنا والاخر يستعملوا نعناع للشاي. نعم. يقول لك افضل نعناع في الحشه نتاعها تاع يوسو وقت السخانه ووقت الاخ، يجي الريحه نتاعها قويه ويجي احسن،
يجهد النبات يخرج الزيت الفعاليه تاع الزيت ما شاء الله. كيما انواع النعناع عندنا تقريبا 6 انواع تاع النعناع زرعنا في الوقت. نا منها نعناع يعني نشم غير في الروائح العطيرة هنايا. ومنها ست أنواع جبنا غير نوعية واحدة. نعم. نعناع ما شاء الله زراعته ناجحة 100% قديمة. يقاوم يعني المناخ ويجيب إنتاج وفير. يجيب ما شاء الله احنا نخدم. ويجيب كمية زيوت يعني كطيارة. نعم. على حسب نوعية النعناع عندنا أنواع. نعم. كل نوعية والزيت النسبة المئوية تاع الزيت تاعها. عندنا ثاني المريمية. هذا النعناع واسمه؟ هذا النعناع الفلفلي نوما في اختلاف كبير. عندنا دكتور حاليا راهو داير دكتوراه نتاع بحث نتاعه على 3 انواع نعناع انا ومنهم الفلفلي. ايه تتفرق هو يزرع النعناع هذا الاخر نسبه هي نسبه المنطول اللي تحكم فيه المادة الفعالة هي المنطول. المنطول نعم نعم نسبة المنطول الفلفلي 80%. نشجعوا كل ربة البيوت أنهم يزرعوا النعناع يعني النعناع فيه فوائد كبيرة يعني في البيوت حتى في الصيص يعني في فاز ولا في بو مزهرية ولا في الشرفات يعني حتى يبعد لكم حتى الذباب إن روائح هذه تهرب حتى الذباب يعني ماذا بينا. المريمية هنا ثاني ناجحة ما شاء الله وتصلح مريمية يعني فيها فوائد كبيرة. مريمية بالخص الهرمونات المرأة العسر اللي عنده مشاكل في الإنجاب وكذا المرأة نعم. الهرمونات فوائد كبيرة نعم تعالج بالخاصة الهرمونات هذه لازم أي مرأة عندها خزانة في المطبخ فيها هذه النباتات العطرية يعني تستفيد منها في حالة زكام في حالة يعني مغص في حالة يعني ألم يعني تفيدها في المطبخ. عندنا هذه نبتة جديدة دخلناها الواد عندنا تقريبا 5 سنوات فيها وكثرناها ونشحت ما شاء الله استخلصنا منها زيوت استخلصنا منها مواد أخرى عديدة منها زيوت هذه كزدنا صنعناها. وش اسمها هذه؟ هذه يسموها حشيش الليمون والسيترونال بالفرنسي. شجرة ليمون؟ شجرة الليمون حشيش الليمون وشجرة الليمون وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإذخر. الإذخر؟ الإذخر فيها فوائد ما شاء الله. هي فيها رائحة الليمون ولا نفس الليمون طعم الليمون؟ لا فيها طعم الليمون شوية طعم الليمون مش كما الليمون ورائحة الليمون وفي نفس الوقت التزان نتاعها كأنك تشرب في عصير ليمون أفضل منه في الطعم فعال تهدي الأعصاب الأعصاب مهدئة كما قال خباب ومليحة الليغاز اللي عنده طاردة للغازات وفي نفس الوقت ثاني يعني فوائد لا تحصى لقريب الزكام نزلت البرد نزلت البرد نعم الزكام وكذا وعندكم مساحات كبيرة غارسينها ونجحت غارسين منها حوالي 4 هكتارات حاليا ونجحت يعني ناجحة ما شاء الله ما تحتاجش مياه كثيرة هذه نبتة تعيش واحد 5 سنوات احنا في نفس المكان حش تعود تنوض تقريبا معمرة دورة الحياة نتاعها دورة الحياة نتاعها 5 سنوات تقريبا يعني معمرة معمرة تعتبر معمرة وبعد الجذور يبقوا في الأرض وتبقى تنتج جذور تعود تخرج بصيلات مثل النعناع كما هذه بصيلة نتاعها بصيلة الزراعة تشبه القصب السكر تشبه القصب السكر تزرع تعود تزرع البصيله نتاعها العائله النجليه نجليه نعم يعني استخلصنا منها زيوت فيها واحد الريحه نتاع الزيت نتاعها ما شاء الله تدخل حتى في صناعه العطور من الريحه الطيبه نتاعها في نفس الوقت التزانه نتاعها اللي شربت منها ما تبطلش منها ناحيه الطعم نتاعها والفوائد اللي مهدئه ولا في الجو ثاني تقدر تزيد حتى انتم من النحل وليتوا كي النحله تسلقلوا بين النباتات وبين احنا النحل استخلصنا ادويه من النباتات الطبيه هذه للنحل علاج الفروه تاع النحل خرجناه من الزيوت النباتيه هذه وطبيعي ما كانش هنا في الجزائر كونكش اللي بالفروه تاع النحل هذه واحد العثه قمله تعيش فوق النحله هذه اللي دمر يعني اكبر افل النحل عالجناها بالنباتات العطريه من المستخلصات تاعها وخرجنا منها برافو يعني حاجه مليحه وكاين عندك هنا جبت لنا معك بعض المستخلصات مستخلصات كما مستخلص هذا النعناع الفلفلي مستخلص مائي مستخلص مائي عندنا الزيت الاساسي نتاعه ويعني هو نقي صافي نقي هذا نقي مقطر وفيه نسبه تقريبا حوالي 5% زيت اساسي يقدر الانسان يخف ويشرب اللي غاز كله وكذا مستخلصات هو الزيت الاساسي يكون مستخلص يعني يكون مركز اكثر من الزيت الماء الزيت الاساسي كيما النعناع تقريبا 400 كيلوغرام خرجوا منها لتر تاع زيت
يعني استهلاك كثير للنباتات يعني في الزيوت الاساسيه. احنا النعناع تقدر تعود تحش يعود ينوض، لازم بس زيت النعناع هذا ما كان حتى سيرو تاع اطفال ولا سيرو مش دخل له زيت النعناع، يدخل في مجال تصنيع تصنيع الادويه, الأدوية. هذا مطلوب في الخارج. وحنا الوزاره تاعنا وزاره الصيدله يعني تشجع في الشباب يعني اللي يحبوا يقتحموا مجال صناعه الادويه. صناعه الادويه نتاع الاطفال الكل يدخل فيها كمهدئ ويرقد. نعناع ايه يهدي الاعصاب ويرقد في نفس الوقت وملي زيت نعناع على الادويه كل دخل فيها. هو لازم لازم يكون وصفه مع هذا الزيت لانه خطير الزيوت الاساسيه في الاستعمال تاعها يعني خاصه للمراه الحامل او الاطفال الصغار كاين يعني. لا هي كاستعمالها كزيت هكا ما تستعملش هي اصلا سامه, لازمها تتخفف بنسب كبيره ياسر ياسر. يعني من الاحسن احنا ننصحوا باستعمال المياه الهيدرولية هذه حتى كيعود مسافر مثال شده مغص وكذا ما يقعدش يغلي في النبته وكذا. هذه المستخلص الصحه كان من بكري نجدو نستعملوا ماء الزهر ماء الورد كل نستخلصوه ماء واسمها هذه يجيبوها من تونس العطريه نبات العطريه عندكم العطشه ثاني تزرعوا فيها المردقوش يعني هذو المياه الورد هذو كل يعني جدودنا كانوا يستعملوها في الطبخ في الحلويات في الماسكات للشعر للوجه يعني لازمنا نرجعوا كما كانوا يستعملوا اجدادنا هذه النباتات لان هي اللي تفيد البشره ويكفينا من المواد الكيميائيه اللي يعني هلكتنا كامل. ماذا بينا احنا هذو مختلف زيوت الاساسيه زيوت هنا ما هي النباتات يعني اللي استخرجتوا قطرتوا منها؟ عندنا زيت النعناع الفلفلي هذا وعندنا زيت نعناع المدينة يسموه هذا نعناع فليو. عندنا زيت حبق حبق أو يسموه هنا نعناع بشوشة حبق البازيليك حبق بازيليك. عندنا زيت حشيش الليمون سيترونال هذا مليح. مش أجهزة تقطير تقليدية؟ لا أجهزة حديثة بمساحات كبيرة ما لازمنا دايرين أجهزة حديثة. وحدة للتقطير وحدة يعني للتقطير في نفس الوقت الزيوت هذه الهيدرول ناخذ منها ما هو تجميل. اسمها أوتوماتيكية ولا؟ أوتوماتيكية كل شيء بدرجة حرارة معينة. جبتوها يعني أجهزة من الخارج ولا؟ لا صناعة محلية. صناعة محلية. صناعة محلية هنا في الورد بعد. أن صديقنا صناعة محلية في نفس الوقت. يعني نجحت في التقطير هذه الأجهزة. لا ناجحه ما شاء الله في نفس الوقت ثاني ما بمعايير دوليه فيما يخص الماده المصنوعه منها من نحاس لا ساليسيليك اينوكس غذائي اينوكس غذائي لازم يكون غذائي ستايلستين غذائي ستايلستين غذائي ستايلستين وفي نفس الوقت نراعوا درجه الحراره كما الزيت هذا احنا طلبوه علينا حاليا كورونا ما قدرناش نصدر طلبوه علينا في عندي صديق في سلطنه عمان حيها على كل حال طلبوها علينا الزيت على اساس الزيت باش يشروا كميات منه لازم الزيت ما يفوتش على النحاس ما يجيش يفوت عليه الزيت يتفاعل الزيت هذا حساس الاخ يعني في القديم كانوا يستعملوا فقط اواني من النحاس لتقطير الورد لتقطير الزيت الورد لازمك 40 لا. تقريبا 40 قنطار باش تخرج ترى زيت تاع ورد يعني يستهلك حتى يستهلك. هو طبيعه يعني هو انا اشوف انا على بمنظوري نشوف ان الورد عندنا منا مساحات زرعين منا مساحات معتبره انا شجع شوف انا شجع الاخ يوسف انا شجع استعمال ماء الورد ماء الاكليل عوض استعمال هذه الزيوت لانها تستنزف طبيعه يعني الزيوت هذه يعني تلقى اطنان من الاوراق الزيوت هذه 10 ملي هذه 10 ملي 10 ملي راهم يخرجوا لك منها شو قداش من باكي دواء وهي كونسنتريت تستعمل للادويه فقط أدوية يعني ليس للاستعمال المنزلي يعني هكا لا تستعمل كتخفف تستعمل جماعه اللي يستعملوا في المساج وكذا يستعملوها عندها فعاليه كبيره في المساج نعم في الحالات يعني تتخفف يتحتم الواحد نقولوا باش يستعملها كاس يستعمل منها ثلاث اربع نقط كاس تاع زيت لكن كي تستعمل ماء الورد ولا تستعمل ماء الاكليل الجبل يعني ما يضركش حتى الماء لازم يتخفف بماء اخر كان باش يشرب نعم حتى هو مركز مركز لازم يتخفف نعم علاش الزيت هذا اللي يستعملوه الاغلبيه تاع المساج جايب نتائج فعاله جدا جدا في العلاجات في التدليك وكذا بس يخفوه يستعمل في خلطات الكريمات ثاني بالنسبه احنا نستعملوه في الصابون وفي الشامبو والصابون نستعملوه كعطر طبيعي معطر نعم معطر طبيعي وعلاجي في نفس الوقت كذلك ماده حافظة نعم ماده حافظه نعم نشكرك الاخ يوسف يعني ممكن تواصل الاخ خباب كش ما عندك اضافه في في المجال هذا راح نواصل مع الاشجار اللي هي السدر التفاحي
هذه عندها كيما نقولوا هذا والله فائده صحيه ونفس الوقت فائده طبيعيه، من ناحيه استعمالها كسد اخضر ولا حواجز مسدات رياح، بحكم انها تتحمل العطش والرياح ودائمه الخضره. وهي اصلا السدر هو عنده عده فوائد، من بينها الفائده الروحيه، هي في حديث شجره مذكوره في القران. نعم. السدر هي السدر هي النبق. بالنسبه للسدر كما قلنا مع المورينجا في ثلاث انواع، كان السدر البري اللي هو النبق، يكون ثمار تاعو السدر الشوكي، يكون ثمار تاعو صغير. نعم. وبدون طعم. كان السدر التفاحي هذا المذهب، خلاص ما عادش نقولوا ينبت الشمال جنوب السدر شجرة من أشجار الجنة، الثمرة نتاعها في الجنة. كاين أصناف اللي تتأقلم، كل إقليم ما عنده صنف يتأقلم. لكن كاين طرق نتاع أقلمة، احنا كي نحبوا نأقلم، احنا أقلمنا حتى شجرة بولونيا، ولكن شجرة بولونيا معروفة هذه أنها تنوض تنمو في البلدان الاسكندنافية وخصوصا شديد البرودة. أقلمتها هنا ولحقت عندي حتى 4-5 مترات، ولكن بتعب شديد وتستنزف المياه. بيني وبين نفسي نقول انها ما غير مجدية، تخلى عليها يعني. تخلى عليها، ولكن كل واحد عنده اهداف نتاعو، احنا دائما نروحوا لايجاد البديل لاتاحه الاختيار المستدام كذلك. لا خلينا نحكم بطريقه ثقافيه، نقول توفير البديل لايجاد الاختيار ولا لاتاحه الاختيار. من بين البدائل هذه مثلا الخزامه. الخزامه هي عندها كما نقولوا منفعه طبيه وفي نفس الوقت منفعه جماليه في البيت. نعم، تعتبر حتى ممكن تكون حاجز في الحديقه، وسمعنا حتى تهرب حتى الذباب. يعني الخزامه راح تكون، راح نتيح لنفسي اختيارات اني راح ممكن نقول نشري الخزامه على اساس منظر جمالي، راحه نفسيه. واحد اخر يقول لك انا نجني الخزامه على اساس منفعه طبيه، يعني راح نوفروا عده اختيارات بالنسبه للمواطن. وانتم في المشتله توفروا يعني هكا نباتات للبيع؟ احنا كمشتله كما نقولوا عندنا نخدموا بطريقه ثانيه، نخلوا دائما اللي يهم تجربه، محطه تجارب يعني تعميم تعميم وتوزيع هذه النشاطات، تشجعوا الناس يعني بطريقه اخرى انوشيه، يعني توظيف اليد العامله ولا توظيف الشاب الجزائري ولا الشاب السوفي. انا لو كان نزرع ونبيع وحدي راني غلقت قداش من باب، ولكن لما انا غير نكتفي بتوفير الشتلات يجي واحد اخر صاحب مشتله اللي هي مشتله اشجار الصحراء اللي رانا نتعامل معها، يجي يدي من عندي المنتوجات اللي راني انا جربتها. سمع عندكم مشتلات تبيع المنتوجات نتاعكم؟ لا تتعامل معنا، تتعامل معكم. احنا مشتله كيما نقولوا كانتاج بالجمله، وفي مشتله اخرى اشجار الصحراء معروفه. الناس يقدروا يتصلوا بمشتله هذه، يقدروا مشتله اشجار الصحراء، اشجار الصحراء، ويشتروا منهم النباتات اللي ممكن انهم يستثمروا فيها ويزرعوها في البيت وتنجح. يعني لانه من بين الاخطاء والاشياء اللي خلتنا احنا ناكدوا على هذه الطريقه، انه انا ننتج وشخص اخر يسوق وشخص اخر يوزع، راح نوفر قديش يد عامله، راح ما نخدمش انا كلش وحدي. في ناس يقول لك انا اللي نزرع وانا نستخلص الزيت وانا اللي نبيع وانا اللي نشري. لا، لازم يكون تكامل. احنا هذه الطريقه نمشي بها لما نقوم بعده تجارب. مثلا الخزامه ما كانش معروف انها تنبت هنا في الصحراء كما جاب الاخ يوسف النعناع الفلفلي ولا السيترونال والحبق. نعم، اليوم عندنا اكتشاف جديد انه بالامكان تحويل فسحه البيت الى مزرعه او صيدليه، او ما ننسوش ثاني الهدف ولا الايجابيه الروحانيه اللي تديرها، تضيفها النباتات على الدار. نعم. يعني راح تفتح كما نقولوا جو جديد، ايجابيه، راحه نفسيه. راح انا الدار تاعي معمر بالنبات، الاكسجين ثاني، الاكسجين نعم، الاكسجين من ناحيه الراحه النفسيه نتاع الانسان. لما يخرج الصباح يلقى قدامه نباتات، تلقى حتى انواع من الورود اللي راهي دائمه التزهير، اللي هي ورده الصباح، عندنا عده الوان يعني تزهر، تعطي البهجه والسرور. نعم، فاحنا في الصيف على الستة تكون قايله، تفتح الباب تلقي الورد قدامك، تنسي هذيك يعني المناخ. كائن حي يعطي لك الايجابيه في البيت. يعطيك صح، يعني ويعلمنا الانضباط والرعايه والاهتمام. نعم، لانه هذه النجاح نتاعها مرتبط بالحب الاشياء. انا لما تحبها هي صح ترجع لك يعني الحب هذاك، كانها تفتح ودير لك الوان زاهيه في البيت. الشيء اللي تمده لنا النبته ثمين يعني غير ملموس ولا يقدر بثمن، اللي هي الراحه النفسيه. مؤنسه كذلك. في ناس لو كان يملك الدنيا كامله ولكن نفسيته مش مرتاحه.
نعم، يعني ما كاش كيما الطبيعه والانسان يروح وين يروح يرجع للطبيعه لان هي الاصل وهي اللي راح تفيدنا يعني في كل يعني حياتنا اليوميه. نتمنى يعني كل العائلات راهي تشوف فينا وتشاهد يعني في هذا الحديقه المنزليه يعني كيفاش يعني تقدر في المنزل رب البيت او ربه البيت يعني يقدر يوفر بعض النباتات العطريه لعائلته وحتى يستعملها في التداوي، يستعملها كمكمل غذائي او يستعملها كتيزان كمشروب ساخن في الشتاء تعطر الجو يعني في عوضا عن المعطرات الكيميائيه اللي رانا نرشوا فيها، يعني هذه تعطر لك الجو في البيت وتدير لك البهجه والايجابيه والسرور في البيت. يعني نشكركم ضيوفي اللي شرفتوني، يعني انتم مثال ناجح للشباب الطموح اللي ممكن انه يستثمر في مجال النباتات العطريه اللي هي مجال يعني جديد هنا في الجنوب، ونباتاتنا يعني غنيه بالمواد الفعاله نافعة للناس كل يتمنوها طلبات عليها من الخارج كما قال الأخ يوسف شويخ، يعني عنده طلبات كثيرة مش قادر يلبي الطلبات هذه يعني تاع الزيوت العطرية الغنية بالمواد الفعالة والمتشبعة بأشعة الشمس وعندها فوائد على الصحة. نشكركم ونتمنى لكم النجاح أكثر وأكثر يعني في الميدان نتاعكم، وممكن نستضيفكم في حصص أخرى يعني حتى تجيبوا لنا نباتات أخرى وتشجعوا الناس في هذا الميدان. شكرا للمتابعة الطيبة، نتمنى لكم أمسية سعيدة مع بقية برنامج التحرير ويب تي في، ونشكر كذلك المخرج فتحي وراء العارضة التقنية. تابعونا دائما وكونوا أوفياء لبرامجنا وبرامج برنامج المستهلك الحكيم. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، تحياتي.